إذا نستضيف في هذه اللحظات عبد الله الشمري اللي ظهر معنا من خلال المسرحية بشخصية معيض المختار بنقول من الجنوب لكن أساسه من الشمال. أول شيء كلمنا عن دورك في المسرحية ونوعا ما تلامس الشباب اللي اقتربون في الشرقية والمختلف في المناطق. أول شيء يعطيكم العافية على هذه التغطيات، وثاني شيء دوري في المسرحية طبعا كان بالنسبة لي أنا قبل أن أظهر للجمهور كان تحدي أنه كيف أنت تجسد شخصية أهالي الجنوب، وخاصة أنه أهالي الجنوب يعني لو أنا لم أعزهم ما قلت شخصياتهم، أنا أحبهم، فحبي لهم خلاني أتقن لهجتهم رغم صعوباتها. كثير وقفوا لي في العروض اللي فاتت أنه أنت أتقنت اللهجة الجنوبية وكأنك في الجنوب. لما استغربنا لما عرفوا في اسمك عبد الله الشمري فحطينا علامات استفهام أنه كيف عبد الله الشمري قدر يؤدي هذا الدور. اليوم انتم لامستوا الوضع المجتمع من خلال الشباب المغتربين هنا، كلمنا اول شيء عن الرساله اللي تحب توجهها من شخصيتك في هذا المسرح. والله الرساله اللي انا حاب اوجهها هي ممكن كانت في نهايه المسرحيه انه سواء كنا من الغربيه او من الجنوب او من الشمال او من الشرقيه كلنا نبقى تحت سقف وطن واحد المملكه العربيه السعوديه، فما في حتى لو اختلفت الثقافات مهما اختلفت راح نتعود على بعض. شفتوا معيض في البدايه جاء في ثقافة أهل الجنوب لكن في نهاية المسرحية معيض بنى مشروع مع الشخصية الثانية اللي من أهل الشرقية وبدأ يتأقلم مع الأزياء الشرقية مع الأجواء الشرقية حتى في الطرق يعني حتى صار يدل الطرق صار كأنه من أهل الشرقية، وهذا اللي احنا نعيشه صحيح في الشرقية. لو نلاحظ أنه أغلب في المنطقة الشرقية كلهم يعني من مغتربين من الجنوب من الشمال من الغربية. فنان عبد الله نقدر نقول احنا مثل هذه المسرحيات اللي لا نشاهد فيها حقيقة الإعلام يسلط عليها الضوء نشاهد منها اليوم توعية حقيقية، يعني احنا استفدنا الجمهور استفاد، يعني ايش تقول كلمتك لوسائل الإعلام اللي لا يسلطون على هذه وهي فيها رسالة كبيرة للجمهور؟ يعني انت زي ما يقولون جبتها على الجرح. أول شيء وسائل الإعلام يمكن ما أدري أنت يمكن تعرفني أو لا، بس أنا مذيع تلفزيون السعودي ولي الجانب الآخر هو التمثيل، فالإعلام نقول أنه مقصر شوي لكن إحنا سعينا جاهدا أنه نكون واقفين مع الإعلام. وأنا من هنا أحب أني أشكر تلفزيون السعودي لتسليط الضوء على مسرحياتنا، مش عشان أنا مذيع فيها لا، وأحب أسلط الضوء على إذاعة UFM اللي سلطت الأضواء كثير على مسرحياتنا والجرائد وسائل الإعلام وقفت معنا والجمهور بدأ يوقف مع المسرح. أول ممكن كان مجهول المسرح لكن الآن الجمهور عرف قيمة المسرح. شبكة الفارس العالمي هي تسلط الضوء كذلك على هذه المسرحية. بالعكس يعني هذا الشيء اللي احنا زي ما اقول لك ختام اللقاء دائما يكون مسك، فكنت انا بختم فيكم انتم واشكركم على وجودكم في هذا العرض المسرحي تغطيتكم لهذا العرض المسرحي. لولا لم ترون هناك رسالة من الشباب لما وقفتم مع الشباب. شكرا لكم. شكرا لك كيف فنان عبد الله ونقول لك معيد وصراحة اتقنت الدور ويعطيك الف عافية ان شاء الله نشوفك بالمحافل الاخرى. يعطيك الله العافية واقول لك يعني قسم بالله انكم انتم نورتونا. شكرا لك. الله يعافيك. شكرا.
لك. هذه ختام همسك مع الفنان عبد الله الشمري اللي ظهر بدور معير، حقيقة كان دور فعلا كما اتحفنا بكلامه وبدوره الجميل في هذه المسرحية. ما زلنا مستمرين بتغطيتنا، فكونوا معنا.